السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة جايبالكم كل المنظمات الجديدة اللي نزلت عندنا. بقى منظمات الميك اب النهاردة حاجة تحفة، والأسعار هتعجبكم جدا. عندنا أسعار من أول 10 جنيه، ده غير بقى علب التخزين بتاعة الفريزر، وكمان علب التوابل والبقوليات والحاجات دي. كل الجديد يا جماعة لتنظيم المطبخ والبيت لراحتك، حاجات حلوة قوي هتنظم الدنيا عندنا. تعالوا بقى نتفرج على الفيديو. طبعا المكان بيشحن داخل اسكندرية او خارجها، بسرعة نشوف الفيديو، ما تنسوش اللايك. احنا دلوقتي موجودين في اسكندرية الابراهيمية. الشارع ده يا جماعة اسمه شارع اللي جاتين. حضرتك لو جيتي من ناحية الترام جاية من هنا بس هتمشي كتير، انما لو جيتي من ناحية ابو قير هتبقى اسهل لك عند صيدلية خليل. ادي صيدلية خليل اهي، هنديها ظهرنا وندخل الشارع اللي اوله العدوي لغاية ما نوصل محلات نهو لغاية هي وبس. طبعا جنبهم نظارات أسامة وصيدلية سفنكس. تمام، تعالوا بقى ندخل ونشوف ايه العروض الجديدة. نبدأ بقى دلوقتي من الدور الثاني اللي فيه كل انواع المنظمات البلاستيك لتنظيم البيت والمطبخ والتلاجات وكله. السلام عليكم. السلام. زيك حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار بقى الجديد؟ والله في حاجات كتير جديدة هتعجبكم ان شاء الله. بصي دوت منخول بتاع الدقيق. ده بلاستيك ده. ده بلاستيك ده عامل 65. عامل 65 ده مستورد؟ ده تمام. تركي. في منه؟ في منه الاسود والابيض والبينج. تمام. اختراع جديد كده بتاع البيض المسلوق، بتقدمي فيه البيض عشان الولاد ياكلوا، مع ان البيضة بقت باربعة جنيه يعني. ده ب 20 جنيه، ده حلو. أيوة. جدا برضه. حلو، ممكن تحطي فيه صوصات على فكرة. ممكن الله ينور. او ملح وفلفل. تمام. حاجات كتير. الحاجات الجديدة برضه. دوت ب 12 جنيه، دوت بيتعشق كده جوه. تمام. وبيبقوا فوق بعض، ما بياخدوش مساحة. بيبقوا فوق بعض، يعني هما بيبقوا متعشقين في بعض. تمام. في منهم الوان وفي الموف برضه. وبكام دول؟ ب 12. الواحد ب 12؟ الواحد ب 12 جنيه. الوانها جميل قوي. تمام. وفي منه الاصغر بقى. في الاصغر دوت ب 10 جنيه. الواحد ب 10 جنيه، جميل قوي برضو. جميع الالوان. الله ينور. وفي منه الابيض والنبيتي. والبستاج. يعني ممكن تعملي طقم يعني اتنين ممكن كبار وصغيرين. حلو قوي. ده بتاع الدونتس. وفي بقى اللي هو ابو 15 برضو التاني. دوت بتاع مثلا الرز المكرونه ده. تخزين منظمات برضو للدواليب المطبخ. 15 جنيه سعره حلو قوي، بياخد كميات كبيره يعني. الله ينور. وده ودوت برضو نفس السعر. دوت 15؟ لا دوت بتاع الدونتس ب 17. تمام. ايه ثلاثه في بعض دول بقى؟ ثلاثه في بعض دول تخزين بقوليات. ثلاث مقاسات ب 35. حلو قوي، متفرجين عليهم. حاضر ماشي. اكبر مقاس. تمام. ودوت المقاس الوسط. المقاس الوسط. ايوه. ودوت الزهور التلاته ب 35. تلاته ب 35. وفي منه ممكن تعملي طقم برضو. المدور بتاعه. بصوا يا جماعه، في منه بستاج اهو، الغطا بستاج. في منه البامبي. ايوه تمام. والاصفر. وفي اللبني برضو. حلو. طبعا عايزه اقول لكم هنا كل انواع المنظمات وانشاء المنظمات، وعايزه اوريكم كمان حاجات الحمام ومنظمات الميك اب النهارده تحفه. بصوا خلي دلوقتي بس ما توريها لنا. هو بقى ده المدور. الشكل التاني برضو ثلاثه في بعض، ثلاث مقاسات مع بعض. وده بكام يا قمر؟ دوت عامل 29. تمام. حلوين قوي برضو، اختاري اللون اللي انت عايزاه. وبصي العلبه دي جميله جدا، انا واخده منها. تشيليها يعني؟ بحط فيها الاكل. ديت عباره عن اربع قطع. دي ب 25. 25 جنيه اربع علب جوه بعض. ان شاء الله. واصغر واحده دي بقى قد ايه بقى؟ ده اكيد كتاكوت خالص. دي الوسط. انا بحب الحاجات الكتاكيتي دي قوي. حورها لك ثواني. حط فيها شويه زيتون بتاع كده يعني. ايوه. خلاص اكيد عسوله. انت بص عامله ازاي؟ بص العسل. وبكام بقى؟ انا عايز اشوف الصوره بتاعته. دي عباره عن يعني ده كل واحدة ليها صورة مختلفة؟ ايوه. جميلة قوي. وبكام بقى دول؟ دي ب 25 الاربعة. 25 الاربعة. تمام. الله ينور. جميل ده. حلو. منها عايزة بقى تحطي فيها اشكال توميتو اهي. وفي فاكهة وفي حاجات وفي فواكه. ندلعكوا اخر دلع. الله ينور. دي حلوة والله، لو حد بقى بيعمل رجيم واخد اكل رجيم معاه بتتظبط دي، صح؟ ايوه ايوه. دي ب 39. 39 ايه اللي تحت ده؟ دي رسمة. ده شكل كده. تمام. ب 39. دي للتهوية، في خرام من تحت للتهوية. تمام. حاطه في دول. ده ب 15. ده للبقوليات بقى، للعدس، للفول بقى، للفول، للوبيا، للفاسوليا. ب 15 الحجم دوت. وفي منه الغطاء الوان. في بقى هنا كده بترشي منه، وفي جنب تاني
دوت كده بتكوبي منه اكبر. تمام. وفي منه الاكبر ده 15 على مهلك يا حبيبي. الاكبر بتاعه بكام بقى؟ الاكبر لا ب16 الاكبر ب16 الاكبر دوت ب16 وفي الوان بقى لغايه. الله ينور. ابيض في اسود وفي اخضر واحمر. انا لافت نظري بقى العلب اللي جنبهم دي. دي علب الفريزر. ممكن توريهاني يا بسمه لو سمحتي؟ انا جميله قوي دي للفريزر بقى. دي للفريزر دي كذا مقاس. حلوه قوي. في المقاس دوت وفي المقاس ده. في مقاس تاني كمان منها اللي اللي هو المطول شويه ده. ده بتاع الفراخ. بانيه عامله تحطي بانيه. وبتاع اللحمه. خضار مثلا مجففه خضار في الفريزر. يعني دي مخصصه للفريزر. حجمها كبير. حلو. والحجم الكبير بكام اللي انت ماسكاه دي؟ الكبير دوت ب79. ب79 الكبيره دي. تمام. ودول ب49. ودول ب49 جنيه الواحده. وفي مقاس تاني برضو. في مقاس تاني برضو حلو كده. ده ممكن تحطي فيه مثلا شويه ملوخيه صغيرين. ايوه دوت عامل كام؟ 39. 39 واحد. تمام. الله ينور. صغنن بقى. بصوا الصغنن ده بكام بقى؟ 30. 30 الواحده. اللي هو مثلا تحطي فيه الثوم، تحطي فيه الصوص، اي بصل، حاجه حاجات. تمام. بصوا بقى جايبه لكم النهارده حاجات اختراعات جديده هتساعدك يا ست البيت. يا ست بتاع الراجل بتاع الزيت. بصي من ساعه ما دخلت وانا عايزه اسالك عليهم. ايوه بصي دوت 3 اضراب. دوت ب 95. ده منظم ميك اب. منظم ميك اب ومنظم اكسسوارات. ايوه دلوقتي ماشي على مهلك. على مهلك يا رسم. 3 اضراب. والنبي قللي شويه عشان انا اقصر منك عشان الناس تشوف. ما تحرجنيش ماما. بصوا الجمال دوت 3 اضراب من النص. ايوه كده من قدام. زي الفل. شفاف. ايوه بتاع 6 ادراج من جنب. ما شاء الله ايه الجمال ده، تحفه. وفي من فوق بقى هنا. تحطي بقى هنا الاكسسوارات، تحطي ميك اب، الفرش بتاعت الميك اب، تحطي الفرش، تحطي كل حاجه متقسمه. وهنا خواتم. حلو قوي. التلات ادوار دول ب 95. التلات ادوار ب 95. في منه ألوان. احمر وانا شايفه لبني تقريبا. وفي اللبني اهو. ايوه تمام زي الفل. وفي منه الاصفر برده. وفي الاصفر بس دورين بس بينزل منه برضه. بس بينزل منه. تمام. نشوف الدورين بقى. ده تهيألي احسن. اللون ده جميل. دورين ومن هنا 4 ادراج في الجنب. حلو على حسب استخدامك يعني اللي حاجتها كتير. ومن فوق برضه في تقسيمه هي حلوه قوي. وده بكام بقى الصغنن ده؟ الصغنن ده ب 80. ب 80 تمام. هو على السراحه كده كنز بصراحه، بيدي السراحه منظر يعني. في عرض ب 110. ده ثلاثة فوق بعض. في خانتين كده متقسمين. تمام. وفي واحدة كبيرة للبروهات. للبروهات تمام. دوت كل واحدة بغطا، دي غطا وده غطا وده غطا. والتلاتة كده مع بعض باكج مع بعض. مع بعض ب 110. ب 110 حطي فيهم بقى ممكن الحاجات زي ما حضراتكم شايفين كده. الله ينور. ما بياخدش مكان في الدولاب كمان. حلو قوي. حلو جدا. الماتيريا بتاعته كمان جميلة. زي الفل. في الدرج. وفي منه درجات تانية برضو. تمام. بس هو عشان عليه عرض فهو اتسحب كتير. حلو قوي. دي تقليد ايكيا. بصوا الصينية ديت تقليد ايكيا. حلوة جدا. عاملة 25. 25 مفيش الا الاسود؟ في منها الاسود وفي اللبني. ايوه. وفي البينك وفي الاورنج. تمام. في دوت كده عندي منه الابيض. ايوه. وعندي منه العسلي. تمام. دوت بقى ممكن تحطي فيه مثلا لو عايزه تغسلي فاكهه كميه او خضار تحطي هنا في كذا خانه. حلو قوي قوي. عندك كذا خانه عايزه مثلا تقدمي فاكهه كذا نوع بتطلعيه. ومنظره شيك وزي الفل. جميل جدا. حلو. ومخرم. عايزه مثلا تحطي فيه في المطبخ، تحطي في المطبخ، تحطي فيه الزيت، الخل. راحه مثلا تسيقي الشقه. ايوه منظفاتك معاكي يا حبيبتي. المنظفات بقى الديتول والصابون. أيوة. والفرشه. لا فظيع البتاع ده جميل. فبصراحه هو اختراع انا واخده منه. بكام يا قمر؟ انا واخده الابيض. ده ب 25. 25 في منه الابيض وفي منه العسلي ده. تمام. الابيض ماشي. الكتكوته دي جماعه بقى الالوان الحلوه. بصوا دي بقى بتاعت المصفى، تغسلي الرز وتصفي منها على طول. في منها الاخضر والاحمر والفوشيا. والاحمر والفوشيا. تمام. دي بقى ب 18 جنيه. حلوة. دي مصري دي ولا؟ دي الوطنية. الوطنية. تمام. شغل الوطنية موجود. كله. الله ينور. اهي. تمام. دي برضو زيها كده. ايوة. ده دورق رز. بتغسلي بيه وممكن برضو تغسلي فيه فاكهة وتصفي الماء. ايوة تقالي الرز هيبقى صعب هينزل من الحتت دي. ممكن يبقى ممكن يبقى فاكهة اكتر. ممكن يبقى فاكهة او خضار. ايوة. بكام يا قمر ده؟ او عصير. ايوه ماشي مش عرضك. بكام؟ معه ب 29 جنيه. تمام. ده معيار. ايوه المعيار دوت بجميع المقاسات بتاعته. المقاسات بتاعته. بكام يا جميل؟ ده ب 29 جنيه. طب
طبعا الحاجات دي وطنية دي ولا ده مستورد ده؟ اه ده مستورد. تمام. وصفي للعرايس ولست البيت. اه جميل دوت جدا بخمسين. بخمسين التلاتة. واخضر بس ولا ايه؟ لا في اخضر وفي منه احمر. الوان؟ اه. تمام الله ينور. وفي شكل تاني منه انا شايف. وفي بقى ايه؟ حاجة تانية. دي تلات الوان. لكن دوت كان لون واحد. ده تلات الوان اللبني والاخضر والبطيخي. حلو. دول بخمسة واربعين. خمسة واربعين. تمام. الوان. مود بقى التلاجة الكنزة الحلوة دي. بصي اصلا السمك بتاعها من تحت قد بصوا قد ايه ما ياخدش مكان في التلاجة. ما ياخدش مكان وياخد كيلوات لان هو عميق من جوه. خيار بقى طماطم جزر. او ممكن تحط فيه فاكهة برضه. شغال. ده تعمل 15. الله ينور. والوانه. الله على الالوانات جميلة. تمام يا جميل. سعر قديم. دي ب 13 جنيه وموجودة لغاية دلوقتي بالسعر القديم. بصي دي كده تفتحيها كده. ايوه. تتفرد. فيها بقى اتنين هوك كده ممكن تحطيها في درج التلاجة. ايوه. وممكن تحطيها على الرخامة. تحطيها في اي حتة. ايوه تتزبط كده. بتتقفل وبتتفتح. دي حلو. زي مصفى. صفيت اكل حافظه للاكل. في اللون ده وفي اللون ده. تمام حلو. دي ب 13 جنيه. الله ينور. دي برضو جميله جدا. دي بقى أكبر؟ الحجم الاكبر. يتفتح معانا كده. ايوه دي كبيره برضو. تمام. دي ب 25 جنيه برضو. الوطنيه حاجه نظيفه جدا. يعني دي بقى تتحط في الحوض. تحطي فيها اكلك كله وتحطيها وتغسلي. في الحوض زي الصوره كده. جميله جدا. في منها بقى اللون ده وفي منها الموف. ايوه. وفي منها الاخضر ده. المينت. أيوة. جرين ده جميل جدا. حلو قوي. هادي قوي. تمام. وشايفه بينك كمان منها. ايوه في كمان البينك اهو. تمام. ب 25 جنيه. 25. حلو جدا. خلص على طول. بتيجي تخلص على طول. ما شاء الله. على فكره يا جماعه هنا بيشحنوا لاي مكان داخل اسكندريه او خارج اسكندريه. هبقى اسيب لكم ارقام التليفونات بتاعه الشحن. بصي دي بتاعه البيت. دي بقى اختراع جديده. ورينا كده من ظهرها عشان الناس تتخيلها. بصوا. ايوه بصوا يا جماعه دي بتاعه البيض الجديده. دي 30 بيضه. 30 بيضه. بالغطا بتاعها. دي تركي مش مصري. دي ب 38 جنيه. 38 التركي. في منها المصري. في منها المصري بس عدد اقل البيض. عدد بيض اقل. ايوه تمام. شكله حلو. ده بقى اختراع جديد دوت اللي بيصفي الغطيان بتاعه الحلل. تحطي الغطيان ويتصفوا فيه ويبقوا هنا طالعين الايد بتاعتهم من بره. وهم كده جنب بعض. حلو قوي زي الفل. دوت جميل جدا. ده برده ب 39. تمام. منظم ثلاجه حافظ للاكل بيصفي الميه بيتقسم من جوه. يعني في كذا شريطه انت بقى تقسمي على حسب ما انت عايزه. فاهماني؟ يعني مثلا عايزه تبعدي شويه ده بتبعدي. عايزه تقربيه بتقربيه. ممكن تحطي. ده جميل جدا. أيوة. دوت عامل 16 جنيه. بص 16 جنيه جميل و كنس جدا يتحط في الدرج بتاع التلاجه. يشيل الخضروات الحاجه. ده برده الوطنيه. الوطنيه. تمام. منين؟ ايوه دي تركي. دي حافظه تورته وحافظه كيك جميله جدا. الماتيريال بتاعها جميل جدا. ممكن ساعه الكحك والبسكوت تحطوا فيها كحك وبسكوت برده. كحك والبسكوت. وجميله قوي فعلا. يعني بصوا ايه ما تطرش الحاجه. هي اربع كباس. من الجنبين. اربع كباس ومن هنا. حلو جميله قوي. دي في بقى الواناتها بجد خطيره. كلاكس بتاعها. وجيب كام دي؟ 85. 85 جنيه. في منها الموف. في منها الموف اهي. وفي منها الابيض. وفي منها الشفاف. هما بيحبوا الشفاف. عشان في ناس كتير سالتني عنها برضو. الله ينور. تمام زي الفل. ماشي. جميله جدا جدا جدا. حلو برضو جميله جدا. دي اكليريك. دي فيها من هنا تهويه عشان الاكل. ومن جوه بقى بصوا من جوه جميله قوي. ممكن تحطيها كده تفصلي ما بين الاكل. ايوه. وتتصفى. هي اصلا مصفى من جوه. حلوه قوي. وممكن تستخدمي دي لوحدها بردك. لو مش محتاجاها تحطي فيها اكل في الثلاجه. ودي بقى بصوا من هنا ممكن تعملوا ازاي. تعملوا كده بتحطوا دورين. تبقى دورين. حاجه من تحت وحاجه من فوق. دورين. حاجه من فوق. حلوة هنا وحاجه من تحت برده هتصفي زي الفل. وبكام بقى دي؟ ديت عامله 99 بس. دي اكيد مستورده. دي تركي جدا برضو. ديت بتحتفظ بالاكل. وفيها مصفى من جوه. دي عامله 170. تمام. تركي. دي تركي. حلو قوي. جميله جدا. وفي منها الجراي. الجراي بتاعها مقاس اكبر. الجراي جميل جدا بجد. تمام. اكليريك دي عامله 190. 190. تمام. تحفه جدا جدا. انا ما شفتوش قبل كده بالايد بتاعته. كان جاي لي منه بصراحه كميات كبيره يعني. بس للاسف هو عندي واحد بس. بس ان شاء الله هنجيب منه يعني. دوت ب 80 جنيه. دوت تحطي فيه فاكهه.
تحطي فيه خضار، تحطي فيه اي حاجه، وتحطيه في التلاجة زي درج كده. حلو قوي. لون ماسك من هنا تمسكي أيوة. بيه كده، وكنز من تحت يعني ما بياخدش مكان، يبقى ب 80. ب 80 جنيه ده اكل ريت. تمام كده. برضو منظم تلاجة. جميل جدا. ماسك انت ماسكاه حتى من ده اكليريك وليه ماسك من هنا عشان لما تحطيه وتسحبيه كانه درج. ايوه زي الفل. تحطيه كده جميل جدا. وليه غطا. وليه غطا. بصوا الغطا بتاعه، الغطا بتاعه تحفه. حلو قوي ده فعلا تحفه. ده دوت عامل 149. ده تركي 149. تمام. صفا برضو ديت تتحط في التلاجة، تحط فيها برضو الخضار، يتحط فيها الخضار، يتحط فيها الفاكهة، اي حاجة عايزة تحتفظي بيها. وليها رجل من تحت. ليها رجلين بتوقفيها، ممكن توقفيها على الرخامة وتصفي عليها الحاجة. ايوه صح، قبل ما تدخليها التلاجة. حلوة جدا. ديت عاملة 110. دي تركي. 110 تركي. تمام. دي تحفة. بصي دوت برضو منظم منظم ادراج، بتحطي هنا هو متقسم لكذا كذا دور كده، تمام، كذا درجه. تحطي عليه البرفانات، تحطي عليه الماسكات، وهنا في درج بتفتحيه برضو بتحطي فيه حاجتك. حلو قوي. كام بقى ده؟ دوت عامل 75. 75 جنيه. ده جميل جدا. برفانات، سبريهات، ماسكات كده يعني. تفتحي هنا الدرج تحطي ميك اب اكسسوارات. تمام. جميل جدا فعلا. يعني انت لو حطيتي حتى في الحمام على البانيو هتحطي عليه حاجات، شاورات، كريمات، صح كده، حاجات جميله قوي. ده ب 13 جنيه. ده مثلا ده هنا تحطي حامل التليفون، هنا مثلا عايز تحطي كوبايه شاي بلبن وباكل بسكوت او شويه لب وتقزقزي، او تحطي فاكهه، تحطي بسكوت وتاخدي بقى معاكي الاوضه وانت. ايوه. ودوت برده في منه الكافيه وفي منه الابيض. وبكام يا بجد؟ حلوين جدا. دوت عامل 13 جنيه. الله ينور. وهنا هتحطي حامل الموبايل. ايوه جميل قوي. بصي دوت كمان منظم حلو قوي، ممكن تحطيه في الدرج بتاع المطبخ. دوت منظم سكاكين، تحطي كل سكينه جنب بعضها كده. جميل جدا. ده عامل 26 جنيه. حلو قوي. ده اورجنايزر. اورجنايزر. تمام. دوت منظم البهارات، يعني ممكن حتى لو البهارات مثلا بتاعتك كده صغيره تحطيهم كده، لو انت ما عندكيش حامل بتحطي عليه البهارات. حلو قوي. وممكن برده تستخدميه تحطي فيه معالق، برده تحطي فيه شوك. منظم حلو قوي. دوت عامل 50. تمام. لانش بوكس بالتاريخ. بصوا بقى. بصوا دوت هي كده تتفتح من الجناب. تمام. حد رايح، شغل مثلا يحط اكل هنا. ايوه. متقسم كذا خانه، سندوتشات هنا مثلا، جبنات، فواكه، ومن تحت كمان غويطه. ده جميل جدا جدا للي بيروح الشغل، اللي طالع رحله، راح يتفسح. دوت ب 120. ممكن برضو تحطي فيه جبنات وحاجات كتير وتدخليها التلاجة. صح. الله ينور. ده برضو منظم مكياج اكليريك. دوت بدرج، هو بيتحط كده. تمام. يبقى فيه حاجتك كلها، بيتفتح كده اهو. دوت ليه درج. شقلبنا. درج. ده درج كده بتحطي فيه حاجتك، وفي نفس الوقت بيبقى واقف كده عطي شكل حلو. حلو قوي. ومعاه اللزق بتاعته بيتلزق بالدبل فيس. علق يعني. يتعلق بالدبل فيس. تمام. وبكام بقى ده؟ شكله حلو جدا. دوت ب99. ب99 جنيه. حاجات جديده برده. تمام. دي بقى جميله جدا. دي بتاعت الايس كريم، وتحطوا مثلا فيها عصير، تكبوا فيها عصير وتحطوها في الفريزر، وتطلعوا العصير بقى يبقى كده ايه، تلج. حلو. جميله جدا. ديت فيها 6 ب18 جنيه. 18 جنيه بس، بجد جميله يعني. ممكن تعملوا فيها تلج. حلو. ديت بس بقى دوت اختراع جديد، بدل ما تبقى مربعات بتبقى بالصوابع. متولة كده. لو حطيتيها في الكوبايه بتاعت العصير اللي هي الشرب الطويل دي بتبقى شكلها حلو. ايوه فعلا. دي سيليكون كمان، سهل ان انت تطلعي منها التلج. ومش يعني ايه، ماسكه نفسها، مش زي الثانيه ما اعرفش ادخلها الفريزر بصراحه. أيوة. انما دي ماسكه نفسها كده، يعني سهل قوي تطلعي منها الصوابع التلج. 18 جنيه. دي 18 جنيه. في منها الاخضر والاورنج والاحمر. تمام. الالوان اللي هي الملعلعه دي.